أحمد الضيف أحد مواطني مديرية مودية بمحافظة أبين، سخر نفسه لعلاج المواطنين منذ عشرات السنوات وبشكل تطوعي. يعمل الضيف في العلاج الطبيعي والتدليك لحالات الضمور والجلطات والانزلاق وغيرها، حيث امتهن هذا المجال منذ الصغر وكان أملا للكثير من الأطفال والكبار الذين استردوا عافيتهم على يديه بعد إرادة الله عز وجل. أنا المواطن أحمد علي الضيف، أقوم بعلاج طبيعي لعلاج المعاقين، وأخدم الناس إلى كل أرض لوجه الله الكريم. من أعطى شلينا، واللي ما معه الله معه. نذهب إلى مناطق يعني عديدة، وأهل الخير مش مقصرين. حالات كثيرة يعني يعاني الله على علاجهم، الحمد لله توفقت فيهم بكل شيء. يعني أروح عالقهم على فوق الفراش، يعني على حفاظات على ذا، والحمد لله شهر ونص ذا ونقد الناس تمشي في الشارع. زي يعني حالات أصحاب العمود، الجلطات، الضمور، حوادث، كلها جرحى حرب، كل هذا يعني أي عاقة تحصل في من هذه الأمور أقوم في علاجه. عمل الضيف مؤخرا على إنشاء مركز للعلاج الطبيعي بدعم من فاعلي الخير كخدمة مجانية يقدمها لأبناء المنطقة الوسطى في أبين. خلال سنوات طويلة ظلت مبادرة ضيف الإنسانية تمنح الأمل للكثير من المصابين بعد أن فقدوه، خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد. احنا اليوم في مركز أحمد الضيف، هذا المركز تم بعون الله عبر فاعلين خير، والمركز يعالج أصحاب الجلطات والجرحى، وهناك أيضا مساج وحجامة يخدم المنطقة الوسطى. المنطقة الوسطى تضم 5 مديريات: لودر، الوضيع، المحفد، قيشان، مودية. الحمد لله المركز هذا استطاع أن يقوم بخدمة كبيرة جدا، ويعالج كثير من الناس المصابين بالجلطات سواء الصغار أو الكبار. أيضا المركز مع أحمد الضيف ما قصر، ويعالج مجانا إلا ما جادت به نفوس الناس. ويقول الضيف إن العلاج الطبيعي يعمل على تخفيف الألم وتحفيز العضلات وتقويتها وتحسين التوازن وتصحيح الخلل الحركي، آمنا للوصول إلى الكثير من المصابين وفتح مركز موسع يخدم أبناء المنطقة بشكل مجاني.